أول شيء نقول الحمد لله رب العالمين، لئن شكرتم لأزيدنكم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ونسأل ربنا جل جلاله عن منواله هو أرحم الراحمين، ما أحد أرحم من الله، وهو أكرم الأكرمين، ما أحد أكرم من الله، وهو الذي قال لنا ادعوني أستجب لكم. يا الله ارزقنا الهداية والاستقامة والإخلاص والصحة والشفاء وحسن الخاتمة، آمين يا رب العالمين. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، يا الله للناس جميعا، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله بمشيئة الله دقائق قليلة، من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة إن شاء الله بإذن الله. وإذا رأيت نفس الشيء 15 دقيقة كثير خبروني، لقول خلفان بن سالم بن خلفان العلوي شايب ماشي خير في هذا المكان، إذا شفتوا طولنا قولوا بسم الله. يا ولد الحلال اسكت عنا خلاص يكفي، بارك الله فيكم وفينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، نحمده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عن منواله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى كل منهم قل أمين. ويقول الله سبحانه وتعالى جل جلاله عن منواله: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل جلاله عن منواله: البر لا يبنى، البر لا يبنى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كونوا في الدنيا ضيافا، واتخذوا المساجد بيوتا، وعودوا قلوبكم الرقى، واكثروا من التفكر والبكاء. لا تختلف بكم الأهواء، تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون ما لا تدركون. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحباب الكرام، أخواني في الله،
الدنيا فانية، أي الدنيا ستزول والآخرة باقية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نغير حياتنا من الدنيا إلى الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والآخرة خير وأبقى. نغير حياتنا من المخلوق إلى الخالق، ربنا جل جلاله عما نواله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نغير حياتنا من الأسباب إلى الأعمال، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وهذه الغاية عن هذا الصيام، تقوى الله، وشرح كثير كبير عن التقوى. لكن نتكلم عن صفة واحدة، الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. تريد زوجتك تسمع كلامك، عليك بالأخلاق. يا خلفان بن سالم بن خلفان العدوي، هذه نصيحة أول لنفسي، ثم لكم، ثم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. الله أمرنا بالذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نريد أولادنا يسمعوا كلامنا، علينا بالأخلاق. يا مسؤول في الوزارة، مسؤول في الشركة، مسؤول في مكان، تريد الناس أن يسمعوا كلامك، عليك بالأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. هو إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أخلاق، أخلاق، أخلاق. ماذا حصلنا من هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي نحن الآن نود هذا الشهر العظيم، نود هذا الضيف، لجانا ونحن نتبسم، لجانا ونحن فرحانين، والآن يودعنا هذا الضيف، ضيف هو سبب التقوى، خوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. ضيف، إذا نحن عرفنا كيف نعيش مع هذا الضيف، هذا الضيف يكون سبب يقودنا، يأخذنا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى في جنة الفردوس. إن المتقين في مقام أمين، تقوى، في جنات وعيون، هذا المكان. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنكون في هذه الجنة يا رب العالمين، نقول أمين. إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يكون منهم رجال عرفوا كيف يستقبلوا هذا الضيف، لهم الصحابة رضي الله عنهم، والذين آمنوا وشدوا حب لله، كان عندهم محبة الله فتركوا جميع المعاصي، فنالوا محبة الله. كان عندهم محبة الله سبحانه وتعالى، أعظم شيء في قلوبهم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقائيا تركوا جميع المعاصي. إن المحب لمن يحب مطيع. ثم نال شهادة رضوان رضي الله.
الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه الشهادة لا زال موجودة لعنده خوف من الله، سيتذكر من يخشى. علينا أن نترك جميع المعاصي، هذه هي التقوى، لا ننظر إلا حلال، لا نسمع إلا حلال، لا نتكلم إلا حلال، لا يدخل شيء في بطوننا إلا حلال. بإذن الله سننال محبة الله سبحانه وتعالى جل جلاله عما نواله، وخارطة لنا في هذا الدنيا هذا القرآن الكريم، هذا الطريق الذي وصلنا إلى جنة الفردوس بإذن الله، والذي يتمسك بالقرآن سيكون مع إمام القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيام عظيمة، نحن الآن في أيام عظيمة. صديقة بنت الصديق رضي الله عنها ماذا تقول سيدة عائشة رضي الله عنها؟ إذا دخل عشر نواخر من رمضان، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وهو قدوتنا وهو معلمنا وهو مدرسنا وهو مفاتيح، ليس مفتاح، مفاتيح خير الدنيا وخير الآخرة. أحيا ليله، أحيا ليله. اسمعنا والله أعلم، شيخ سعيد بن مبروك القنوبي يقول إيش معنى أحيا ليله؟ ما كان ينام من عظمة هذا الأيام. ولماذا أنزل فيه القرآن؟ إنا أنزلناه في ليلة، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، 83 سنة و3 شهور ليلة واحدة. يا أولاد إسرائيل الصغار سووا حساب هناك، 83 سنة و3 شهور ليلة واحدة. فلماذا أنا موظف طيب أهل قد يقوم قبل الساعة من الأذان، والضعفاء نحن الشياب نسأل الله سبحانه وتعالى القبول، فلا تشوف هذه اللحية، هذه لي كورمس ما شخيلني، هذا حنا بابا مضى من العمر 61 سنة. قالوا بعض المشايخ لا تسأل واحد كم عمرك، ما حد يعرف كم عمره، كم مضى من عمرك يا شيخ خلفان. أحيا ليله وبعدين خلاص، وأيقظ أهله وشد ميزره، التمسوها ليلة القدر في عشر نواخر من رمضان وفي الوتر من عشر نواخر من رمضان، ولا زال هذه الأيام موجودة الآن أمامنا. الدنيا ثلاثة، جاء في الأثر الدنيا ثلاثة، يوم الذي مضى اللي هو أمس، والآن فرصة موجودة للندم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. مضى أمس نتوب توبة نصوحا، وغدا ما ندري، ويوم الذي أنت فيه هو اليوم. يا خلفان بن سعد بن خلفان العدوي، وهذا أخوي عبد الله بن سعد بن خلفان العدوي، وهذا الشيخ صالح جزائري، جزائري عماني، نحن كنا كيف نتمسك بهذا اليوم؟ ما ندري متى سيأتي ملك الموت ويأخذ أرواحنا.
ربما قبل أن نخرج من هذا بيت العظيم إن بيوتي في الأرض المساجد عمارها زوارها، ربما يأتي ملك الموت يأخذ أرواحنا الآن. فقالوا 24 ساعة الإنسان يتوب توبة نصوحا. ما نقول غدا، غدا ما ندري، أما أمس نتوب توبة نصوحا، نتمسك بهذا اليوم. فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول هذه أيام عظيمة، نتوب توبة نصوحا. وبعد هذا رمضان كيف نعيش؟ لأن قالوا له 15 دقيقة الآن، خطفنا 15 دقيقة. كيف نعيش بعد رمضان؟ قالوا رب رجب وشعبان ورمضان هو رب العالمين جل جلاله عم نواله، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الحي القيوم لا يموت ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، علام الغيوب يعلم في قلوبنا. ماذا ناويين؟ أن نتوب توبة نصوحة ولا بعد شهر رمضان نرجع مثل ما كنا؟ نعيش بعد رمضان مثل ما كنا نعيش في شهر رمضان؟ خمس صلوات في أوقاتها. لما جاءوا الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ أي الأعمال؟ شوف الأذكياء، شوف العقلاء، إيش السؤال؟ يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ فقال له لنا جميعا الصلاة على وقتها. صلاة، لما كنا نغير حياتنا من الأسباب للأعمال، أعمال هي لتزين هذه الدنيا، هي لتزين حياتنا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. بهذه الصلاة ننام الرزق حلال، بهذه الصلاة بإذن الله سنكون في جنة الفردوس في سورة المؤمنون. ماذا يقول في سورة المؤمنون ربنا جل جلاله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاة صحيحة اللي فيها خشوع، وإيش النتيجة؟ وإيش الثمار؟ والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. آخر آية ماذا يقول ربنا جل جلاله عما نوال؟ والذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نهايتنا إلى جنة الفردوس إذا نحن فعلا صلينا مثل ما يريد ربنا جل جلاله عما نواله. الصلاة على وقتها. نختم بهذا الحديث. ثم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بر الوالدين. كثير من الآن إلا من رحم الله. وسامحوني هذه نصيحة لنفسي أول ثم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا إنسان مطوع مثل ما يقول الشباب بشداشة فوي ولحية طويلة، لكن ما عم يتكلم مع أمه وأبوه. إيش استفاد من هذا القرآن؟ إيش استفاد من هذه الصلاة؟ يوم من أيام، أنا ليس شيخ، يوم من أيام كان جنبي سماحة الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليل الآن في تسجيل هذا، وخلوني أقوم بمحاضرة وأنا بين أنا والشيخ، أنا تحت الأرض هو في السماء. الله يبارك في حياته وفي حياتنا وحياة جميع العلماء وجميع المسلمين، يقولوا آمين. فقلت هذا الكلام في تسجيل في يوتيوب، لو هذا كلام غلط مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي ما بيسكت عني. الله يبارك في حياته وفي حياة جميعا. فقلت هذا الكلام، الإنسان إذا دائما في الحج وفي العمرة وفي الصلوات وفي قراءة القرآن وذكر الله وعمل صالحة، لكن ما عنده حشمة لأمه وأبوه، ما استفاد من هذا العمل؟ ما استفاد؟ صفر زائد صفر يساوي إيش؟ صفر.
كيف إذا هذه الأعمال ما تترجم في حياتنا؟ بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى نعيش بعد رمضان مثل ما كنا في رمضان حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حليم يا رحيم يا رؤوف يا ستار يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من تترانا وتسمى كلامنا وتعلمني في قلوبنا وقلت لنا ادعوني استجب لكم. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 يا غفار اغفر ذنوبنا يا تواب وفقنا لتوبة نصوح. يا ستار استر عيوبنا في الدنيا وفي الآخرة. يا رحمن الرحيم ارحمنا في الدنيا وفي الآخرة. يا كريم اكرمنا في الدنيا وفي الآخرة. يا شافي اشفنا من كل مرض. يا غني اغننا. يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يا الله اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. يا الله اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ولا تخرج أرواحنا من أجسامنا إلا وأنت راض عنا. يا الله اهد الناس جميعا. يا الله اهد الناس جميعا. يا الله اهد الناس جميعا. يا الله وفقنا ان نترك جميع المعاصي. يا الله وفقنا ان نترك جميع المعاصي. يا الله وفقنا ان نترك جميع المعاصي. يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك وفيك.